قصص واقعية في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سنتعرف على هذه القصص كاملة سبحان الله، وسنشاهد مفاجأة كبيرة في نهاية الفيديو. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى في الكتاب الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. قصص الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى: كان الشيخ الشعراوي يقول: لو يعلم الإنسان فضل الصلاة عليه لما استكثر أن يصلي عليه في اليوم 100,000 مرة، وكان هناك من يصلي 40,000 مرة، وهناك من يصلي 10,000 مرة، ويطوى لهم الزمان ويطوى لهم المكان، ويبارك لهم في أعمارهم وأوقاتهم. فإذا كنت مهموما أو مغموما أو تتطلع إلى البركة والثواب أو الرحمة أو الهداية أو التوفيق فصلي على النبي. هذا رجل كان مصاب بمرض السرطان في رأسه، وقالوا له: حياتك يعني منتهية والأمل في النجاة قليل. فذهب إلى بيته وتطهر وجلس يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم صلي على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. قال: فأحسست ببرد يده الشريفة على رأسي، وسمع هاتفا يقول: قل ورب الأرواح وسر بقائها. فشفي الرجل بفضل الصلاة على النبي، وذهب إلى الأطباء فتعجبوا، حتى قال الراوي: كان منهم رجل على غير دين الإسلام، فأسلم مما رأى من الكرامة، فقالوا له: ماذا فعلت يا رجل؟ قال: أكثرت الصلاة عليه. القصة الثانية: جاء شاب إلى شيخ وقال له: يا سيدي، أنا أريد أن أرى النبي، فأرشدني بطريقة مجربة لأراه. فقال له الشيخ: صلي عليه تراه. فذهب ذلك الشاب وأخذ يصلي ويصلي على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عاد الشاب إلى الشيخ فقال له: والله يا سيدي صليت وما شاهدت النبي. فقال له الشيخ: كيف كنت تصلي؟ فقال: كنت أصلي مثل الناس، كنت أقول: اللهم صلي على سيدنا محمد. فقال له الشيخ: إذا أردت أن تصلي على النبي المصطفى شدد الميم، فهي بمقدار حركتين، وذلك من باب التعظيم. فقال له: فإذا عظمت هذا الاسم مباشرة ترى المسمى. فعندما أخذ الصلاة على النبي صلاة المحبين، جاء بعد فترة من الزمن ووجهه يتهلل كالبدر، وقال له: الحمد لله، حصل المراد وحصل ما كنت أتمناه، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة الثالثة: سيدنا أبي من خيرة قراء الصحابة، أدرك قيمة وفضل كثرة الصلاة على النبي. روي أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل من صلاتي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: النصف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال سيدنا أبي: أجعل كل وقتي صلاة عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، إذا ما شئت بالدارين تسعد، فأكثر من الصلاة على محمد، وإن ما شئت القبول في الدعوات فاختم بالصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك لا تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تضاعفت حسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد، وعند الموت ترى أمورا.
تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، فلا تخشى الملكين رعبا إذا سألوك كلهم محمد، نبي الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه الكرام وسلم. وهناك قصة رائعة في فضل الاستغفار. تقول سيدة فاضلة: والله الذي لا إله غيره، جاءت علي أنا وزوجي أيام ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وقد جاء الضيق بعد أن رزقنا الله بمولود جديد حيث قل الرزق، لدرجة أننا عجزنا بإحضار الحليب للمولود. بعدما أصابتني ضيقة نفسية عجزت معها عن الأوضاع، كنا لا نجد جنيها نصرف منه، وكثرت علينا الديون، وأصبحت أحمل هم المولود وأقول أنا أموت من الجوع، ولكن طفلي ما ذنبه؟ وسبحان الله، هذه الأزمة كانت سببا في أن أعيد حساباتي وأرجع إلى الله بعد أن ابتعدت عنه كثيرا. فقلت لابد أن أتصدق، ولكن من أين ونحن لا نملك قوت يومنا؟ وفي يوم من الأيام استمعت لبرنامج إذاعي، وقد ألهمني الله بفكرة كانت هي الفتح والخير، عندما ذكر الشيخ في الإذاعة أن إطعام الطعام أفضل الأعمال في الإسلام، فقلت إنني ليس عندي ما أطعم به غيري، إلا إنني أخذت صحنا ووضعته خارجا، وكل صباح بعد صلاة الفجر أضع فيه بعض من حبات الأرز كي تأكله الطيور. كما عاد زوجي من المسجد أحد الأيام وقال لي: بعدما دخلت إلى المسجد وصليت، فإذا بالإمام يقول درسا عن أهمية تلاوة القرآن وفضل الاستغفار والأذكار، وأخبرنا أنهم يوسعون الرزق، حيث ذكر لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فقلت لزوجي: لقد رزقنا الله بمعرفة القرآن والاستغفار بسبب إطعامنا للطير. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم وضعت لنفسي ولزوجي جدولا يبدأ بقراءة القرآن، ثم الأحاديث الشريفة، ثم الأذكار. كان هذا قبل رمضان بأيام، وبعد أسابيع جاء الفرج وتحقق ما كنا نحلم به. لقد رزقنا الله بمبلغ كبير لم نكن نحلم به، جاء إلينا من سداد دين كان لوالد زوجي متوفي على أحد أصدقائه، بل وطلب من زوجي أن يشاركه في تجارته رد لجميل والده عليه. ومن بعدها تدفق علينا الخير وسددنا كل الديون وانشرحت صدورنا وحمدنا الله كثيرا. وأقول لمن تأخر عليه الرزق وتمنى شيئا ولم يحصل عليه: عليك بالقرآن وكثرة الاستغفار، ولا تيأس، فالله لا يضيع من أحسن عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.